السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي هوريكم طريقة تربية الفراخ التسمين في البلكونة. أنا زبطت البلكونة وعقمتها كويس جدا بالكرول. بعد كده عملت العشة خشب يدوي وبدأت أفرش تبن. لو مش عندكم تبن حطوا إنشارة خشب عادي. بعد كده الفراخ دي أنا كنت محضناها في صندوق متر في متر ونص. كبروا طبعا النهاردة عمر 20 يوم كبروا وبدأ الصندوق يضيق عليهم. بدأ التنفس عندهم النهجان يزيد. قلت أفضل حاجة أنقل الفراخ دي في البلكونة أوسعها شوية عشان الفراخ تكبر وتزيد. كل ما توسع المكان للفراخ كل ما الفراخ بتكبر أكتر. بدأت أفرش التبن. طلعت الفراخ بس وأنا بطلعها دفتها كويس جدا. طلعتها في سبت عشان خاطر ما تاخدش برد. بعد كده دخلت لهم صينية مليانة علف اللي هو السوبر 21 وحطت لهم مية بدواء. الفراخ كان من أسبوع كده كان في النور قطع يومين متتاليين. كل يوم كان بيقطع من 4 ساعات لخمس ساعات عشان كده الفراخ قربوا على بعضهم وعرقوا. والفراخ بدأت تكخ مني. بدأت احط لهم اجيب لهم دواء من الصيدلية البيطرية. برضو الكخة لسه موجودة. جبت لهم زنجبيل بليمون. حش الكخة يومين وطابوا بس النور قطع تاني. الفراخ بدأت تعرق. رجعت لها النخة تاني او الكخة او النهجان. بدأت احط لها خل. الخل ده بيرفع المناعة مع عصرة ليمون بيرفع المناعة وبيخلي الفراخ نفسها تنفتح على الاكل. ولو في اي تلبك معوي في المعدة او في اي حشرات او بكتيريا الخل بيقضي عليها نهائيا. يعني بيوقف اعراض الكخة. بعد كده ما حطتهم في العشة حطت لهم لمضة 400. طبعا انتوا كلكم عارفين الجو متلج والعشة مهما كان الحيطان بيكون متلجة. حطيت لهم لمضة 400 ده هحطها لهم بالليل. والصبح حط لهم لمضة 100 هشغلها. شغل الاتنين بالليل عشان المكان يدفى والصبح هشغل اللمضة 100. وحطيت لهم مية وحطيت في المية دواء اطفال. لو عندك دواء الاطفال بتاع الكخة او موسع للشعب الهوائية او الكحة هتلاقي الدواء ده عندك عادي مش في اي ضرر. هتحطي مثلا غطاء على حلة مية نظيفة والمية مش تجيبوها ساقعة من الحنفية. زودوا عليها شوية مية سخنة يكون المية فترة عشان زور الفرخ ما يتعبش. وبعد كده الفراخ بتحطهم زي ما انتوا شايفين كده طولة ما الفراخ المكان متوسع عن الفراخ هتلاقي الفراخ دفيانة. كل ما تحس الفراخ كشوا على بعضهم كده وتلموا على بعضهم اعرفوا ان المكان ده ساقع. واللمضة 400 بسم الله ما شاء الله دفت المكان. ده في فصل الشتاء بس لو الجو متلج. طبعا كلكم عارفين كل سنة وانتوا طيبين. داخلين على شهر رمضان. لازم نربي الفرخة الأيام دي الكيلو 105 الكيلو بخمسة وتمانين جنيه. يعني الفرخ قطعة بمية خمسة وسبعين جنيه غالية جدا. وعلى رمضان هيوصل الفرخة 200 جنيه. اما تجيبيها تربيها هتكلف من 100 لـ120. في فرق جامد برضو. هتبقى في فرق في الفرخ 50 جنيه. غير كده هيكون فرخ مربيه على ايدك وضمناه كويس وحلو. يعني مش حطله اي حاجة بيتكبر الفراخ زي حبوب منع الحمل والحقن اللي بياخدوها في المزارع. في ناس مش عندهم ضمير. الحاجة ما يكون مربيها على ايدك احسن بكتير. والفراخ دي عمري بالظبط 20 يوم وزنهم كيلو الا ربع. اهم حاجة في تربية الفراخ تجيبي نوع فراخ حلو. تاني شيء الدفى والنظافة. تالت شيء الأكل قدامهم أول ما بتجيبيهم. بتحط لهم علف 23% لمدة 15 يوم. بعد 15 يوم بتبدأ الفراخ تكبر. بتجيبي علف سوبر نامي اللي هو قدامكو ده الطويل.
الفراخ بتاكل منه، ويكون يومها بيومين والميه ما تتقطعش من قدامهم. بس تجوعوا الفراخ من الصبح للساعة 10، بعد كده تحط الاكل والميه، الفراخ هيكون نفسها مفتوحة قوي على الاكل، واي اكل هينزل بطنها هيفيد فيها على طول. وحذاري حذاري الفراخ تاخد لطشة برد، قفلوا العشة كويس، ما تدخلوش اي هوا الا مكان صغير كده لتهوية اللمضة للنفس، بس ما تفتحوش العشة على الفاضية والمليانة عشان خاطر الفراخ ما تاخدش برد منكم. ما تحاولوش تطلعوا الفراخ وتشيلوهم من الجنحان عشان خاطر الفراخ الجناح بتاعها بيزرق وبتتعب. ده كل النصايح اللي اقدر اقولها لكم. اهتموا بنظافة المية، بنظافة المكان، يكون المكان تحتهم ناشف زي كده. لو عندك عفش او تبن او نشارة خشب خشنة هتحطيها هتظبط معاكي على طول. ويكون المكان متقفل عليهم. لو عندك عشة البلكونة تقدر تربي فيها من 20 لـ50 فرخة عادي كل ما توسعي. انا عندي البلكونة بسم الله ما شاء الله كبيرة، قطعت منها 2.5 متر في متر او 80 سنتي مثلا، ده كفاية تربي فيها 20 فرخ. لو عايزة توسعي وتجيبي كميات تانية عادي، احسن ما تطلع الفراخ. لو عندك عشش فوق السطوح الجو تلج، برضو الآفة العرس او الفيران معرضين يطلعوا على السلالم. اضمن مكان بيتك البلكونة بتاعتك، مفيش اي فور او اي حاجة يقدر يدخل للفراخ. وتعملي المكان ده على طول بعد ما تربي الفراخ، عقميه كويس بالكرول ونضفيه عشان الدورة التانية ما تيجي تربي الفراخ برضو هتحضنيهم في الكرتونة او في الصندوق. لو عندك صندوق زي اللي صورته قبل كده في الفيديو تحضنوهم فيه بعد ما يكبروا وخلاص بقى، يعني منعتهم حلوة شوية عن الاول هم صغيرين، تنقلوهم في العشة دي والفرخ ان شاء الله بإذن الله هيوصل معاكي من 2.5 كيلو لـ3.5 حسب نوع الفرخ وحسب الاكل وحسب برضو الوقت اللي انت هتقعدي. ده كل النصايح اللي اقدر اقولها لك. والكخة دي بتاخد وقت برضو. لو عندك بصل او توم تقدري تفرم البصل والتوم في الخلاط مع الليمون بقشره. بعد كده عايزة تصفيه مثلا، تصفي المية بتاعته وتحط المية في حلة زي كده يشربوها. وهتبدأي الحاجات اللي تطلع قشر البصل والحاجات اللي بتطلع دي كلها تحطها قدامهم، بيفضلوا ياكلوها زي العلف، بس يكون مجوعاهم عشان يشربوا. الزنجبيل مع الليمون، الخل مع الليمون، الحاجات دي كلها رافع مناعة. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل.